إنه من الصعب جدا أن يتقبلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما اتضح، لا من داخلهم ولا من خارجهم. الأمر الذي ينتج استمرارهم بعاداتهم الشاذة وأساليبهم القديمة. صلوا على محمد وآل محمد. ومن الواضح أن الاتجاه التقليدي للحوزة الشريف الآن له على الحوزة الشريف المفخرة بالغجر طرفة عين، سبحان الله السامعين بذلك أيضا. أنتوا إن شاء الله تشوفون مني غرائب هذا منها. أذكركم على بعض الأمور التي قلما يلتفت إليها الملتفتون، وهي معاشة بس شوية يريد الانتباه والذكاء، ليس أكثر من ذلك. الأمر الذي نعرف به بوضوح أن النبي صلى الله عليه وآله مع الحوزة الناطقة المجاهدة وليس مع الحوزة الأخرى. بل من المستطاع القول، لاحظوا هذا أيضا قليل سامعي ربما ما مفكرين بي أصلا، اسمعوني، إن النبي صلى الله عليه وآله والمعصومون سلام الله عليهم والمعصومين سلام الله عليهم من الحوزة الناطقة المجاهدة وليس فقط مع الحوزة وإنما هم من الحوزة الناطقة المجاهدة. فإننا فإننا لا نعني بالحوزة الدينية الشريفة الحوزة غير المعصومة، يعني الحوزة الموجودة الآن، وهي ضيق بالتفكير حبيبي، ارتقي عن هذا المستوى حبيبي. الحوزة غير المعصومة أو الحوزة المؤسسة في عصر الغيبة الكبرى لا نعني ذلك، بل نعني بها ما هو أوسع من ذلك بالمعنى الشامل للمعصومين وأصحابهم وطلابهم وأنصارهم. أقول لا بطبيعة الحال أكيد 100%. وأنا فيما سبق حتى لا يعجب السامع والقارئ من أنني خاطبت الغجر، لأنني خاطبت كثير غيرهم، أقول لا كلكم سامعين لهذا. وأنا فيما سبق قد خاطبت جماعات من الذين يبعد قبولهم ويرجح تعصبهم وإعراضهم، ومع ذلك فإن ذلك لا يمنع من إرسال سهم الحق إليهم وتنبيههم على حالهم، فإن اهتدى جملة منهم فهو المطلوب وجزاهم الله خير الجزاء المحسنين، وإن بقي الباقون كان أشد لهم وأشد عليهم في يوم القيامة وأوضح لتحملهم المسؤولية والعقاب. هناك يقول لهم أنني أرسلت إليكم سيد محمد الصدر ليقرع أسماعكم فلم ترعوا ولم تهتدوا، هذا درمكم من كبير. صلوا على وعلى أي حال فنحن من الحوزة الشريفة موجه إليهم الخطاب أيضا، عسى أن يسعدنا الحال ويسعدهم بحصول الهداية لدى البعض قليلا كان أو كثيرا. ولا تتعجبوا من ذلك، فإني أروي لكم قصة بسيطة لها معاني كثيرة. فقد نقل عن أسرة مسيحية إن أفرادها يقولون، لاحظوا، إن البابا الذي هو أعلى مسؤول أو رجل دين في نظرهم لا يقول لنا ذلك، فمن أين جاء السيد محمد الصدر ليقول لنا ذلك؟ شنو هو؟ يعني حينما قل ان مريم العذراء عليه السلام ليست كافرة وان عيسى ابن مريم عليه السلام لا يشرب الخمر، فلماذا انتم ملتزمون بالسفور وشرب الخمر والعياذ بالله؟ البابا ما يقول لهم فضلا عن غيره من رجال ديننا، فمنين جاي سيد محمد الصدر يهدينا؟ زين واضاف افراد تلك الاسرة أننا ذاهبون إلى سيد محمد الصدر لكي نعلن إسلامنا بين يديه. أهلا بهم وسهلا. إذن فليس من المستبعد أن تأتي الهداية رزق من الله أو رزقا من الله سبحانه
بأي شخص، سواء كان من الدين نفسه أي من الإسلام أو لم يكن، أو كان من المذهب أو لم يكن، أو كان من نفس المجتمع أو لم يكن، أو أن تأتي الهداية من نملة أو من ذرة أو من كذاب، كما قال في المثل بالعامي يفوتك من الكذاب صدق كثير، أو من ظالم أو من ظالم، كما قال في الحديث القدسي الظالم جندي أنتقم به وأنتقم من، أو من آية من آية من الآيات الأنفسية أو الآفاقية في السماوات أو في الأرض، كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وليس الأمر مختصا بالسيد محمد الصدر مهما كان حقيقه متدنيا، كما ورد عن الرحمن الحكيم عليه السلام أخذت الحكمة من الجاهلين وفي المثل خذ الفال من رؤوس الأقطار.